صباح النور الناس الكل، إذا تسمعوا فيا اكتبوا لي أوكي باش نعرف اللي صوت واصلكم ماهوش ضعيف وفي حالة جيدة. ممكن تنجموا تكتبوا لي في البارتي نتاع الديسكسيون. عسلامة عسلامة، مرحبا بكم. باهي، قاعدين تسمعوا فيا؟ اوكي، دونك ميرسي فريال. دونك فريال تقولي الصوت واصل سافا. باهي، مرحبا بكم من الناس الكل. دونك قاعدين تدخلوا بشوية بشوية. الحصة متاعنا حصة مرافقة نفسية وتربوية، نقدموها من منصة تقي أكاديمي. أنا سارة جميعي، كوتش، ونرافقكم في الحصة هذه. دونك متعودين التلامذة إنه نعملوا الحصص من أول العام من سبتمبر، نعديو برشا حاجات مع بعضنا، معناها نعديو برشا حاجات باهية وبرشا حاجات خايبة، ونحاولوا في الحالات الكل نلقاو حلول مع بعضنا باش تكون الصحة النفسية متاعنا تكون على العال. نحاولوا بقدرة ربي إن شاء الله. بيه طمنوني عليكم وقولوا لي شني أحوالكم، إيه سورتو في الفترة هذه بالذات اللي نعرفوها كيفني الفترة هذه. أوكي، باهي. دونك الفترة هذه فترة قاعدين نستعدوا فيها للامتحان الوطني اللي احنا نحضروا له زادة من سبتمبر وحتى من أعوام سابقة زادة. في الحصة هذه باش نحاول نعطيكم نصائح باش نقولوا اللي احنا مستعدين من الجوانب اللازمة باش نخوضوا التجربة متاع الامتحان الوطني هذا إن شاء الله. باهي، قديش نسبتوا زعم المغال في الحكاية هذه؟ قديش نسبة المغال؟ قديش تعطيوه نسبة مئوية بالطبيعة؟ في الوقت هذا بالذات أعطيوني نسب مئوية. دونك تقول لي فريال 50%، دونك نص نص الحكاية كلها، معناها نلقاو 50% مغال والباقي مراجعة تمكن من المحتوى. باهي، يعطيك الصحة يا فريال. شكون يرى حاجة أخرى؟ قولوا لي. باهي، عندكم البارتي نتاع الديسكسيون والا الكيستيون ريبونس، نجموا تتفاعلوا فيها معايا، يا اما تجاوبوا على الكيستيون اللي نسال فيهم انا، او بيان تكتبوا انتم لي كيستيون باش نجاوبكم انا من بعد عليهم. باهي، المغال تو صحيح فريال قلت 50%، هو يختلف من واحد لواحد. فما شكون يقول اللي انا الحكايه كلها مغال، الباك الكل مغال. فما شكون يقول بارتي منه الباقي كله، العمد على القرايه نتاعي وعلى انا قداش مريفز وكل. اماني تو تقول لي 70% راه مغال. دونك شفتوا كيفاش معناها النسب تختلف من واحد لواحد. احنا اليوم مش باش نحاولوا نعملوا في الحصه هذه، باش نحاولوا نفهموا كيفاش نكونوا مستعدين للامتحان الوطني هذايا بأقل ضغط، بأقل ضغط. أوكي، دونك فريال تقولي 50% مغال و50% خوف وستريس. ماهيش قرايه. دونك باهي يا فريال، وضحت لي الحكايه. خلينا نتفقوا على حاجه ساعه، اللي الاستعداد للامتحان الوطني راهو ما يبداش من الوقت هذايا. هذه كلنا نعرفوها معلومه. تقول لي انت تو مدام ساره، اي نعرفوها الحكايه هذه، احنا رانا لازمنا نكونوا مستعدين من قبل، يعني عنده برشا. لكن الفتره هذه بالذات اللي احنا موجودين فيها، الميزه نتاعها انك انت قادر تفكسي فيها، تثبت فيها المعلومات نتاعك، وتعمل فيها لي روتوش. معناها فما تلامذه حاضرين من اول العام، اجور يقراوا، التلاخيص نتاعهم موجوده، فاهمين لي كور نتاعهم. دونك الفتره هذه قاعد أك العبد اللي برقش في حاجة حصلت وهو قاعد يبرقش فيها ويركح فيها باللمسات متاعه بالطبيعة.
لكن فما تلامذة أخرى يعيشوا الفترة هذه أطغمة، ممكن مازال ما لحقش، ممكن الكوغ متاعه مازال ما تعديش بهم، معناها الكلهم ما وصلش للمرحلة متاع أنه باش يعمل يغوتوش، مازال قاعد يفهم، ممكن مازال قاعد يخدم توا في سيريات. وهذا راهو ينطبق على التلامذة في الشعاب الكل، مش مربوط بشعبة وشعبة لا. دونك أنتم تنجموا تمروا بالحاجات هذه اللي أنا حكيت عليها، معناها الحاجتين هذوما من أي شعبة أنتم كنتم. باهي، فما تلامذة آخرين اللي الاستعداد عندهم متعثر شوية. شو معناه متعثر؟ متعثر بمعنى يبداو ويقصوا، مش عارفين منين يبداو، نكمل في اللي أنا فيه وبيان نرجع، تلقاه يعمل خطوات القدام ويرجع خطوات التالي، ماهوش مثبت من الميثود اللي هو قاعد يقرأ بها، ماهوش مالي يده من الحاجه اللي شد ثنيته فيها. دونك موجودين الانواع عظمى نتاع التلامذه. انا اليوم باش نحاول نحكي نجمعكم ثلاثه انواع عظمى. بالطبيعه النصائح ما تتمشيش مع الناس الكل كيف كيف، مش الناس الكل تاخذ تطبقها كما هي، كل واحد يحاول ياخذها على قياسه. دونك ديما معوده التلامذه نتاعي نقول لهم النصيحه اللي نعطيها لكم تاقلمها انت مع روحك، ساعات تنجم تنقص حاجه ولا تزيد حاجه باش تتماشى معك. دونك انا نحاول نعطيكم النصائح هي النصائح الافيكاس، وانتم تصيغوها حسبكم انتم. دونك هذه نقطه نتاع اتفاق نتفقوا فيها مع بعضنا. باهي، في الفتره هذه وتنجموا تاخذوا دي نوت، انا راني في الحصه هذه ما نكتبش، حصتنا مختلفة على الحصص الأخرين، دونك مخلي المجال للزملاء الأخرين الكل هم يكتبوا، وانا الحصة متاعي تسمعوني وتنجموا أنتم تاخذوا دينات في وريقة بحذاكم المعلومة اللي أنت تراها مهمة بالنسبة ليك وعملت لك هكا تيك شديتها وعجبتك وتحب تعمل عليها، هذيك اللي أنت اتقيدها. تفهمنا بي في الفترة هذه اللي احنا موجودين فيها عنا ثلاثة حويجات باش يقفوا معانا، سواء كنت أنا من أي تلميذ من اللي حكيت عليهم، أنا مريفز أجور، أنا هكيكا وهكيكا، ولا أنا تلميذ فريمون متعثر والريتم متاعي ما نسميش شديت ريتم في الباك. بيه دونك ثلاثة حاجات هذوما. الحاجة الأولانية هي أنك تكون واعي بالإرادة متاعك، تكون واعي بالإرادة متاعك، وباش نحكي في كل نقطة راني أنا باش نتعدى عليهم ثلاثة نقاط ومن بعد باش نفسر لكم. باهي، دونك عندي النقطة الأولانية الإرادة، النقطة الثانية باش نحكيو على التركيز، والنقطة الثالثة باش نحكيو على المستوى. وصدقا راني النقاط ما رتبتهمش حسب الأهمية، علاش؟ على خطر راهم الثلاثة مهمين مع بعضهم، يعني اللي باش يقف معاك واللي باش يساند لك ظهرك في الفترة هذه ثلاثة حاجات اللي سميتهم أنا. نعاود: إرادتك، تركيزك، والمستوى متاعك. باش نبدأ نفسر في كل نقطة فيهم، باش نبدا نفسر في كل نقطه، وهذا مهم على الاخر باش نبدا باش اني انا نبدا به، باش نفهمكم، باش نحي وك اللبس اللي عندنا، اللي ساعات واحد يغزر فلول الحاجه اللي قدامه في الفتره هذه، هذا مستحقين وباش نتعداو للنصائح. ما نجمش نعطي نصائح انا هكاك من غير ما نقراو الوضعيه العامه اللي احنا موجودين فيها، والا انا نفهم روحي اصلا كتلميذ انا وين بالضبط. باهي، دونك الاراده، حسب رايكم كي نقول إرادة الكلمة تستحق تفسيرة؟ به أنا باش نعطيه لكم سو فورم دو كيستيون. كي نقول إرادة نقول أنت كتلميذ تسمع فيا توا، قديش حاجتك بالباك؟ قديش حاجتي به الباك هذايا أنا؟ نجم ناخو إجاباتكم راهو. دونك شي ما نحلي ميكرو بعد ما نكمل التفسير، دونك الكل عندكم، معناها النجم ناخذكم حسب الوقت اللي موجود، نعطيك الميكرو من بعد. اوكي شي ما نتوا جوست نكمل انا لي زيدي نتاعي ومن بعد نعطيكم انتم الميكرو ان شاء الله. بي دونك في الاراده اني انا قديش حاجتي بالباك، قديش النجم نتحدى روحي اني انا نبعد على التسويف، أكلي كل مرة نأجل، هاتا ونبدا، هاتا ونمس هالبختي هذيك من الكور، هاتا ونلخص، هاتا ونفهم، هاتا ونطبق، هاتا ونخدم السيري الفلانية، هاتا وهاتا، وإلا أني أنا نتكاسل، معناها نميل للنوم، نميل أني أنا نشد تليفون، نميل أني نعمل برشا حاجات غير أني أنا نقرأ. يعني الإرادة متاعي في قديش واقفة معايا في الحاجتين هذوم،
وماذا بيا انتوما توا وانتوما تسمعوا فيا، كل واحد فيكم يجاوب حسب روحه، ما تجاوبش حسب الناس، جاوبني حسب روحك. الباك باش تاخذه من المنطلقه نتاعك انت، مش من المنطلقه نتاع الناس الاخرين. اوكي باهي، هذه النقطه الاولى، نقطه الاراده. النقطه الثانيه اللي باش تقف معايا في الفتره هذه، التركيز نتاعي. قديش انا كتلميذ بكالوريا موجود في دورة 2021 توا، قديشني أنا منظم وقتي، قديشني أنا منظم أولوياتي، نعرف روحي إيش باش نعمل شوية أخرى غدوة، البلان تاعي ظاهر، نعرف روحي هذه أنا باش نأجلها خاطرني أنا نقول باش نأجلها، مانيش باش نعملها توا خاطر تنجم تعطلني على قرايتي. هذا تركيزك وين يظهر؟ حاجة أخرى، قديش أنت قادر تفهم المشتتات اللي دايرة بيك؟ كي نقول مشتتات، هي الحاجات اللي تخليني الفوكس متاعي، التركيز متاعي ما يكونش تام على الهدف اللي هو يساوي الهدف متاعنا. شنو الهدف متاعنا؟ هو البكالوريا. اوكي باهي، مانيش قادر نفهم المشتتات. المشتتات خليني نعطيكم فكرة اونتر بارونتيز، اللي راهي تنجم تكون داخلية وتنجم تكون خارجية. داخلية حاجات أنا نبدأ معناها مفرفش بيني وبين روحي، كل فكرة تجيني نمشي معاها، كل حكاية تجيني نمشي معاها، كل موقف عشته نمشي فيه على حساب الحاجة اللي بيني داي وعلى حساب الأولوية اللي بيني داي. كيما تنجم تجيني مشتتات خارجية أنا ما نجمش نقاومها، اللي هي معظمكم وحسب تجربتي أنا مع التلامذة سافي قديش توا في البلاتفورم، التلامذة أغلبيتهم يشكيوا من عدم التحكم في التليفون. يقول لك أنا التليفون معناها راني بالحق ماخذ لي برشا وقت. هذين نسميوه مالتي تاسكينج. شو معناها مالتي تاسكينج؟ بمعنى أني أنا نعمل برشا حاجات في نفس الوقت لين تركيز متاعي يبعد على الهدف. شوية تليفون، شوية فكرة في مخي، شوية حديث من غادي، شوية كذا، شوية من هنا، شوية علاقة ماهيش مريقلة في مخي أنا. هذا الكل مشتتات تلقاها تبعد فيا على التركيز متاعي. واضح يا جماعة؟ قاعدين تسمعوا فيا وتفهموا فيا؟ قاعدين تسمعوا فيا وتفهموا فيا؟ قولوا لي. أوكي باي، هذه النقطة، النقطة الثانية اللي حكينا فيها. قلنا شفنا الإرادة، شفنا التركيز. في التركيز زادة نزيدكم حويجة أخرى، هو أني أنا قديش نجم نقعد نقرأ الحاجة اللي نويتها. for example أنا مثلا تلميذة نعمل علوم وعندي باش نريفز for example للفيزيك، قديش أنا كي حطيت الفيزيك قدامي في برنامجي باش نقراه من كذا وقت إلى كذا وقت، ومن الشابيتر الفلاني ولا من الدرس الفلاني ولا اللي هو، قديشني التزمت باش اني انا نكون محافظ على الكاليتي. شو معناها كاليتي؟ اخي كاليتي مو في اللبسه وفي الحوايج ومانيش عارفه في الماكله، اي حتى في القرايه فما كاليتي، فما تلامذة الكاليتي هذه ما تخممش فيها. هانو قاعد يقرا وكهو، لا انا كيفاش قاعد نقرا؟ تركيزي مع الماده هذه ومع المحور هذايا ومع الدرس هذايا ولا مع السيري اللي انا نويت نخدمها، عطيها تركيزي وبالفهم متاعي بكله، معناها باللي قريته أنا عام كامل، عاطيه للماتيغ هذي وإلا لا؟ هذا عنده قيمة كبيرة على الآخر، وهذا راني قاعدة نحكي فيه توا، جوست قاعدة نحكي نعمل فيه مقدمة راني. من بعد باش ناخذوا ليزاستيوس متاعنا اللي عاونوكم على هذوما الثلاثة اللي نحكي فيهم أنا توا، على خاطر فما تلامذة ماشي في باله الفترة هذه قد ما يمركي سوايع، قد ما هو مسلكها، قد ما هو قاعد به مع روحه ماشي يخدم. لا، رانا القرايه والتركيز متاعي يمشي بالكاليتي مش بالكونتيتي. دونك كيما خلينا نقولوا معناها الكواليتي اوفر كوانتيتي. اوكي، يعني نغلب الكاليتي على نغلب الكاليتي على الكونتيتي. باهي، وهذا راهو فخ معناها بالحق يتيحوا فيه التلامذه. فما شكون يفيق بيه ويدارك ويولي يعرف السوايع نتاعو باش يحطها معناها مريقله بالتركيز نتاعو، فما شكون بالحق يفيق مخر، فما شكون اللي ما يفيقش. باهي، دونك شفنا الاراده، شفنا التركيز. النقطه الثالثه اللي باش تقف معايا في الفتره هذه، الفتره نتاع التحضير للباك الوطني، هي المستوى نتاعي. مستوية يا أخي، مستوية يتلخص في العام هذايا،
عامة الباكة كهو من هنا نبدا نمركي انا المستوى متاعي. لا عندي مستوى يخدم عنده قدش من عام، وقته توا وقته باش يقف معايا، وقته انا باش نمد المستوى متاعي في لي ماتيير من عشان في لي لونغ، في لي ماتيير سيانتيفيك، في اللي تتصوروا انت في بالك، حتى في السكيلز متاعك اللي انت تكتب وانت تخمم ولي كونديسيون تاع ليكزامان، هذا الكل 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 انت باش تجبدوا. اوكي هذا كله باش تجبدوا معاك. وخليني نقول لكم حاجه في حكايه المستوى، ماذا بينا ماذا بينا نكونوا كتلامذة، نكونوا واقعيين ونكونوا صادقين مع رواحنا. انا ديما نقول لهم متلامذتي، نقول لهم ما تخليش، هو باهي كي تقيمنا الناس الاخرى، اما ما تخليش معناها انت ما تعرفش روحك، ما تخليش روحك ما تعرفش مستواك. نواجه روحي، كيفاش نواجه روحي؟ به انا نعرف روحي فيش باهي وفيش خايب، ما نستناش حتى حد باش يقول لي انت كعبالي فك الماتيخ، انت ناقص فك الحاجه، انت طياره فك الحاجه. ما يسالش الناس هذوما ينجموا يعاونوني، راه الاستاذ نتاعي ينجموا يعاونوني يحلوا لي عينيا، اما انا نزيد ناقف على الكلام هذا، نزيد نتاكد منه، نزيد نختبره باش نقول تيان بالحق كلام فلان صحيح باش يعاونني، باش اني انا نعرف نقطه الضعف الفلانيه فيا ولا نعرف نقطه القوه اللي فيا. هذايا كي تعرف المستوى نتاعك تعرفه تعطيه حق قدره، معناها هذايا يحميكم من حاجتين، يحمي معناها الانواع الكل نتاع التلامذه، يحميك من انك انت تغتر في روحك، ويحميك من انك تتصدم في روحك. هذا الانسان اللي نظرته واضحه على نفسه، هذا يعاونني على الاخر في الفتره هذه، على خاطر مالوغوزمون نلقاو برشا تلامذه تلقاه مثلا ناخذ اكزومبل التلامذه نتاع لي كوجيستيون. صادفت معناها عملت ساعات هكا كوتشينج مع التلامذه، يقول لك نفهم سافا لكن ما نعرفش علاش كي نكتب. انت باش قاعد تكتب في لي دو ماتيغ؟ نقول لك انا نستعمل مثلا الفرونسي. اي الفرونسي شنو حوالو؟ اه والله الفرونسي نفهمه ما نجمش نكتب. اه دونك هوني فما بروبليم يا اخي. نقول له انت المشكله دي ما تعرفوش من قبل، يعني انت تقرا من البروميير اني، مشيت في من الدوزيام اني بلوتو تقرا في الاختصاص هذا، ما عرفتش ما وقفتش على المشكله هذه. يعني باهي الانسان كي يعرف نعرف ونتصرف، مش الفايدة هاني عرفتك هو، خاطر كي نعرف أك هو أدركت به لي أنا فك الحاجة هذيك عندي مشكلة، يوم بعد لازم ندرك ونعمل بلان داكسيون باش نصلح من روحي وباش ندارك وباش نعرف روحي، نعرف روحي باش أنا ما نديش نستنى في حاجات معناها نقول أنا معناها اللي هي مثلا أكبر مني، وإلا حاجات اللي بالحق هي حقي. به إنكم تعرفوا رواحكم. به النقاط الثلاثة اللي أنا حكيت فيهم توا، الإرادة والتركيز والمستوى اللي باش يقفوا معانا في الفترة هذه، واضحين وكلاغ بالنسبة لكم وإلا لا؟ قولوا لي، نتفاعلوا بالميساج مع بعضنا بوغ لو مومون، ومن بعد نعطيكم الميكرو. قولوا لي اوكي باهي. فما دو بارتي نجمو نكتبو فيهم يا جماعه راهو، فما الكيستيون ريبونس وفما الديسكوسيون. باهي بعد ما فهمنا توا بلوز او موا احنا شنو اللي عندنا كموارد، شنو هي المصادر اللي تنجم تقوينا، وشنو المصادر اللي انا يلزمني بالحق نعرفها، نعرفها مع روحي باش نتعداو توا اللي النصائح، نصائح اللي بالحق معناها نقول انا محتاجها كل تلميذ توا باش يعدل البوصله نتاعو، باش يفهم روحه، باش انه يحفز نفسه، باش يوصل ويقرب اكثر 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 للهدف نتاعو اللي هو انه ينجح في البكالوريا ان شاء الله. باهي انا راني فما نصيحه ديما نعاودها لتلامذتي وما عمري ما باش نبطل نعاودها، اللي هي ما نبداوش نخدمه في البكالوريا في أي فترة، فما بالك الفترة هذه المهمة على الأخر، نبدأ نخدم نتاع كل نهار وقسمه، نبدأ نخدم نقوم الصباح أي شنو صح لي باش نعمل اليوم، نعمل هكا زعمة ولا نعمل هكا، أي برا توني خو هكا ومن بعد تلقاني مشيت عملت ساعة بعد لي 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 خليني نبدل. يا أخي هل امشي ويجا في الحكاية ومتاع نبدأ حاجة وما نكملهاش، هذايا ماهوش وقت، هذايا ماهوش كاليتي نتاع قراية قاعدة تضيع.
يعني ركزوا معايا في النقطة هذه. تقول لي مدام يا أخي شنو هو هالأمبلوا؟ إيه نعمل أمبلوا يكون منظم عادي، وريقة راهي ما فيها حتى شيء، تكون مقسمة لديكولون بالنهارات اللي مازالوا لك. احنا ان شاء الله عنا الدات 16 جوان اللي باش يكون فيها الامتحان. نبدأ مثلا ناخذ بار اكزومبل، انا فريال ما كانتش عامله امبلوا وحضرت الحصه هذه، مثال هذا. دونك فريال اش باش تعمل؟ باش تاخذ ابتداء من النهار بتاع اليوم حتى يكش النهار 16، تحطوا الكل بالنهار 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 في امبلوا مقسم. باهي، اش باش تعمل فيه فريال هذايا؟ والا اماني والا شيماء والا دعاء، شنو باش يعملوا؟ باش يعملوا لي ماتيغ نتاعهم، ياخذوهم ويحطوهم في وسط الجدول هذايا. كيفاش باش يقراوهم؟ منين لمنين باش يقراوهم؟ هذوما لي ماتيغ اللي انت باش تقراهم وحدك، اللي عزمت باش تعمل ريفيزيون معناها فرديه. في وسط لومبلوا هذايا اكيد مازلتوا تقراو ايتود انتوما، دونك باش تحط في وسط لومبلوا هذايا السوايع اللي عندك نتاع ليتود، تماركيها منين لمنين. عندي من بعد النهار مثلا عندي قرايه مع اصحابي، عندي جروب راجع معاهم مثلا لونجلي باغ اكزومبل، باش نمشي نحط في وسط لومبلوا هذايا النهار اللي مش انا قاعد توا نقرا في راجع في الفلسفه ويكلموني يقولوا لي يا توا انا احنا نمشي نقراو اونجلي، هاي ترسيلي نمشي نسيب انا الفلسفه هذيك ونمشي، خاطر هما ما تجيش هكا العمليه. نحبك نهاراتك اللي مازالوا لك الكل تشوفهم واضحين كيما الورقه البيضاء، تشوفهم بالنهار بالساعة. أبار أني أنا عملت المراجعة الفردية، أبار أني أنا ماركيت في وسط لومبلوا المراجعة مع أصحابي الجماعية، أبار أني أنا حطيت مثلا عندي كور أونلين ناخذ فيه، أبار أني أنا حطيت ليتودات، مع الوقت هذايا ماذا بيا نحط في وسطه الأوقات متاع البوز. ميسالش به اليوم شنو في الأيام، هو اليوم سبت باغ اكزومبل، غدوة أحد، باش نحط أنا رقدت مثلا ما نعرفش أنا العشرة متاع الليل، قمت السبعة متاع الصباح، ولا المهم تستحفظ لي على سويعات النوم متاع الليل، باش نجم أنت من غدوة صباح تقوم معناها بك الفغشاغ هذاك اللي بالحق يعطيك طاقة. قمت الصباح باش نحط أنا توا نقرأ مش نهارتها باش نقرر، باش نقرا حسب لومبلوا اللي انا صممته بار اكزومبل البارح. اي حطيت باش نقرا الماده هذه من كذا وقت مثلا من 9 حتى كشي ل 11، في وسط 9 ل 11 عندي انا بو صغرونه هذه، نقف نشرب شريبة ماء، ناكل حاجه، نقف واحد الشباك نشم شويه هواء، ما نشدش التليفون بالطبيعه، خاطر كي نشد التليفون البوز ما عادش نتاع ربع ساعه ولا البوز نتاع نص ساعه، دونك انا ما عادش نكمل قرايتي ل 11، باش نكمل قرايتي ل 11 ونص كان مش نص نهار غير ربع، دونك البرنامج الكل تخل بعضه. واضح اكل بوز مهمه ليك انت تحددها، يحددها لك حتى حد، مش امك باش تدوي واقفه بحذا الباب ولا ابوك، اي وقت البوز تاو سايب التليفون، ما معني كبار احنا على الحاجات هذه ما تتعملش، فهمت؟ انا نحدد وقتي، وقتش باش نقرا، وقتش باش نرتاح، هذا يخليني انا منضبط للامبلوا دي طون، هذاك يخليني مرتاح مع روحي، شيخ اللي انا قاعد نراه في حاجه ماهيش فلو، خاطر برشا تلامذة يقول لك مادام انا ما مش عارف منين نبدا، ايه نقول له انت عملت خطه عندك خريطه تمشي عليها، سي نورمال باش تقعد ترى روحك فلو، ومناش نحكي على كاليتي نتاع قرايه لهنا، ما فماش كاليتي. بي لومبلوا دو طون هذايا مازلت عندي ما نحكي فيه، راهو لومبلوا دو طون هذايا ماذا بيا المواد يكونوا الكل موجودين فيه، خاطر فما تلامذة يتيحوا في بياج متاع اني انا باش نشد لي طغوا ماتيغ دوكما انا مركز عليهم دوك اللي باش ينجحوني. اي متفهمتك على الاخر انك تقول لي ماده رئيسيه وهذايا انا راني معناها هي اللي فيها النوت، باهي متفقين. اي واللي ماتيغ الاخرين مادامك باش تعديها معناها عندها دخل في نجاحك، هكا نحسبوها، تعطيها شويه وقت برشا وقت، هذيك اتس اب تو يو، هذيك ليك انت، مربوطه بقداش مستواك. تجيني انت تقول لي مادام انا اللي لونغ في الجيب، اي بيه. واضح الاخ، يعطيك الصحه، مطمئن على لي لونغ نتاعك، دونك باش تعطيهم شويه وقت، اما مش ما فهمش جمله، خاطر انت باش تقوي حظوظك بك شويه الوقت هذيك اللي باش تعطيها. دونك ماذا بيا ما تطفيه حتى ماده، اقرا باعتدال، تقرا الماتيغ نتاعك حسب معناها انت مستواك فيهم وحسب النقص نتاعك وحسب انت قداش متمكن، هكا نقرا المواد نتاعي في وسط جدول الاوقات هذي. بيه في وسط الجدول هذا زاد فما معلومة أخرى، إني أنا ماذا بيا يكون فيه مزيج، يكون خلطة ما بين القديم وجديد.
اللينا معناها من سبتمبر اكتوبر نوفمبر دروس عندها قديش، وقيت باش نبدا انا ننفض عليها الغبره ونشمسها ونطل عليها ونشوفها شنو احوالها. ونتصور راكم بادين عندكم مده في هذه، ماهوش معناها توا باش نبداو فيها، لكن مثالش التلميذ اللي باش يبدا توا نقول له قيد باش تفكر روحك بكلماتيغ لقدم هذوك. باهي، كيفاش نعمل انا في وسط لومبلوا هذايا مع كل ماده؟ باهي، باش نعطيكم قاعده تمشي مع المواد الكل. باهي، الماده نتاعي انا مثلا باش ناخذ مات سيونس تكنيك نعرفش اي حاجه ايكو جيستيون، باش ناخذ كوري كي يبدا قديم خاطر جديد ديجا مازال في بالكم معناها. باهي، القديم ننطلق من الكور نتاعي، بعد الكور باش نمشي تكون عندي اكيد فيش فينال، فيشة متاعي الأخيرة نقولوا احنا اللي الدفعة الأخرى معناها اللي سيئ كملت التحويرات متاعك واللي روتوش وسيئ خرجت هذيك الفينال معناها اللي باش توصل نقولوا احنا اللي تهزك هي للامتحان. باهي، الفيش فينال هذه باش تلقى في وسطها شنية؟ باش تلقى فيها المعلومات الداخلية اللي هي تابعة الكور، معناها كل ما هو ديزانفورماسيون انتر، وفي وسط الفيشة هذه زادة باش تلقى المعلومات الاكسترن اللي جاية من برا، اللي جاية من لي ريشيرش نتاعك، اللي جاية من إضافات عطاوها لكم لي بروف، اللي جاية من سورس آخر أنت قاعد تاخو منه ما نعرفش أنا انترنت إثراءات. هذا اش باش تلقى فيه؟ مش تتوى أنا نبدأ نلوج على الإثراءات وندرى شنية تولي معناها والله كان أنت مكتسب الكور وعندك لي زانفورماسيون انتيرن مكتسبهم وحاضر فازي لوج على الإثراءات، أما أنا توا ما حصلتش ونبدأ نلوج على الإثراءات باش ندخل بعضي. واضح؟ أما اللي عنده منا ومنا موجودين ماذا بيا يجمعهم في فيش فينال هذيك اللي باش يراجع بها قبل الامتحانات معناها كي تبدا صباح أنت من غدوة تعدي ولا من بعد غدوة ولا عندك ويكاند، نعرف اللي يجيكم ويكاند معناها سبت وأحد، هذيك مهم على الآخر أن يكونوا الفيشات متاعي مروتشين مريقلين منظمين. باهي، توا أنا شو عملت يا جماعة في وسط لومبلوا؟ انطلقت من الكور مشيت للفيش فينال متاعي، بعد الفيش فينال هذيا اش باش يجي؟ باش تجي كل ما هو براتيك تطبيقات مالا، خاطر انا معلومتي اللي خذيتها فهمها ومحلاها وانا متبعها واجور وي وي وي، لكن معلومه اللي ما تهبطش للتطبيق باش تقعد معلومه نظريه، وانتوما باش يختبروكم على حاجات باش تطبقها. اي المعلومه هذه اللي عطيتها لك انا ولا هالقاعده هذه في المات ولا اي طبقها حطها، هذا هو اللي باش تترناو عليه. اوكي، دونك وأكيد راكم فما تطبيقات تعملت من أول العام، مثالش نرجعوا لها لسيري هذيكم ونعاود ونخدمهم. ساعات يسألوني تلامذة يقول لي مدام والله عرضوني دي سيري جدد وتزغمت هك عليهم معناها، تزغمت عليهم نحب نخدمهم. إيه، ساعات التكثير إنك تكثر 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 من لسيري نقول أنا يعمل لك معناها يضيعك. اللي خدمته قبل وخدمته وانتقيته يعني عملت سيليكسيون فيه وحطه قدامك وحاول اخدمه تختبر روحك فيه مرة أخرى معناها وينات. واضحة؟ دونك هذه حاجة تخص معناها لومبلوا دو طون باللي حكيت لكم فيه، كور فيش فينال وتطبيقات. به فمش حد عنده معلومة تخص جدول الأوقات يحبني نضيفها أو بيان عنده سؤال وإلا حاجة يقول لي بار ميساج. أوكي، به جست دقيقة يا جماعة نهبط ال جست الليست متاع لي كيستيون. به تراه فريال اكتب لي ميساج، فريال اكتب لي ميساج في الكيستيون ريبونس باش نعرف اللي ما فماش بروبليم في ال اي مساج اي مساج اي كلمه حتى سالو تعاونوني تلمستي انا راه في الحاجات كي من هكا باش ديما تتعدى الحصه نتاعنا في ظروف باهيه.
باهي اذا فريال ما تنجمش اي واحد فيكم يكتب لي ميساج حتى سالو جوست باش نثبت اللي الكيستيون ريبونس عندي معناها محين قاعد لي كيستيون قاعده نشوف فيهم. باهي دونك تقول لي شيء ما تقول لي انا هو احسن وقت فيه تقصد حفيظه كان الكلمه انا قريتها بالصحيحه حفيظه هكا شيماء أحسن وقت في نحفظ فيها دونك أي أوكي مش قاعدين يوصلوا لك باهي 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 يا يسرى سي بون هكا نتصور أنا باهي بالنسبة لشيماء السؤال متاعها كي قالت لي مدام أنا أحسن وقت متاع حفيظة هو المتعارف عليه يا شيماء إنه إحنا الصباح كي نكونوا شابعين بالنوم ونقوم الصباح نبداو قادرين انه احنا نبداو نهار جديد بطاقه جديده، معناها الطاقه ذيك نتاع الصباح يكون انا ذهني معناها ارتاح، شبع بالنوم، يتقبل انه باش يحفظ حاجه وباش يماركيها، خاطر الفايده يا شيماء مش هاني حفظت وكهو، باهي مش هاني قريت درس وانا سي نجلجل فيه تا 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 انا 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 حافظه، لا، راهو مهم انك انت تكون حافظته وفهمته، باهي. فما الأوقات متاع البوز باغ اكزومبل اللي انت تنجم تاخذهم مع روحك العشيه وبيان في القايله الوقت اللي انت تكون فيه مرتاحه زاد هذاك يكون وقت مناسب باش انت تحفظ فيه والحفيظه عاون روحك بحاجات نقول احنا تبدا معلقتهم في بيتك تحط فيهم اهم المعلومات اللي تحبهم يقعدوا لاصقين في ذهنك يعني مش كان الحفاظه اللي كلمه بكلمه كلمه بكلمه عاون روحك بالحاجات هذوما اللي حتى عينك تحفظهم على خاطر نعرفوا اللي عندنا ميموار فيزويل تعاوننا باش انه احنا نكبتيو الحاجات اللي نحبوا نشدوهم للامتحانات فهمتني شيماء ان شاء الله نكون جاوبتك على الكيستيون تاعك باهي دونك تقول لي يسرى مادام انا نرقد 22 كيفاش نرقد العشرة ونقوم الخمسة نلقى روحي تعبه وفاشله ما نجمش نقرا كيفاش وحفظت لقيت روحي نسيت باهي باش نعطيه في النصائح هذه يا يسرى النقطه هذه معناها خاطر اذا يكون الذهن مرهق وانا مش في بالي خديت سوايع نوم تاعي كافيه انا مرهقه معناها ديجا ستريسي نخمم في الباك خايفه مخي يغلي ونحب نحفظ المخ ما ينجمش يحفظ حاجه هو تحت الضغط معناها فهمت هو اذا حفظتها تحت الضغط راني ممكن يتهيأ لي انا حفظتها وقتها لكن وقت اللي نحب نسترجعها المعلومه راهي باش تطير ما نلقاهاش كيما الانسان اللي شد حاجه اي يحفظ احفظ 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 جوست باش نعدي بها تو 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 يطلعني البروف ومن بعد تمشي نلقاها سيء ما قعدتش عندي في ذاكره طويله المدى اوكي هاو باش نجاوبكم انا توا في النصائح اللي باش نعطيهم لكم واذا قاعده الاجابه معناها ما وصلتكش قل لي من بعد نعطيك الميكرو واسالني ديريكت اتفقنا يسرى تفهمنا باهي النصائح بدينا فيهم حكينا على الجدول نتاع الاوقات اللي يكون يلزم يكون منظم حكينا على انطلاق من الكور وفيش فينال والتطبيقات هذه وين قصق بلا الصوت نتصور باهي معناها الحفظ اللي حكيت عليه شيماء راهو مستحق تكرار معلومه جوست هكا نحب نضيفها لك شيماء مستحق انك تكرر المعلومات زاد اني انا نحفظ ونحط غادي المعلومه على اساس اني انا سي بون هتا ونتفكرها لا راهو نخصص وقت باش نكرر المعلومات كلما تكرر اي حاجه تكررها راهي تقعد وتثبت وتشد بلاصتها واضح هذايا ماذا بيا معناها تخدموا على التكرار الفتره هذه وحاجه اخرى راك المعلومه اللي ماكش فاهمها ما تنجمش تحفظها المعلومه اللي ماكش فاهمها ما تنجمش تحفظها يعني شنو نقصد بهذا نحاول قد ما نقدر اللي نحفظ فيه نصيغه حسبي انا نفهمه نكون معناها حتى كي ننسى كلمه خطر الفهم اللي يبدا فاهم الكور نتاعو ما يحلش كي ينسى كلمه ديريكت المعنى عنده المعنى موجود وهو يركب المعنى موجود وهو ينجم يصيغ اما كان انا المعنى والفهم مش موجودين سي نورمال كي ننسى كلمه نتبلوكا اللي مشكله نتاع برشا تلامذه اوكي بي وزيد نطمنكم زيد راهو مش بالضروره اني انا نتفكر التفاصيل الكل
مش بالضرورة معناه، فمش إنسان كل يوم يقول أنا الميموار نتاعو هكا فريمون، جوست الإنسان اللي يعرف كيفاش يحفظ كما قلت لكم بالتكرار، ونحفظ في لي مومون اللي نبدا فيهم أنا مرتاح، ونعمل نعاون بعينيا، دونك هوني أنا نتسمى عاونت روحي واللي حفظته باش يشد. أوكي باهي. حاجة أخرى مهمة على الآخر ننصحكم بها أبار الحفظ اللي حكينا عليه وأبار جدول الأوقات، قد ما نقدروا الفترة هذه نعملوا مسافة أمان. تعرفوا بينا وبين شنو؟ ولا مسافة أمان بينا وبين الأفكار السلبية، نعملوا مسافة أمان بينا وبين الأفكار اللي فيها برشة تهويل نسمعوها، وإلا ساعات حتى تطلع من عنا إحنا، كما يقول لك اسمعني باك سنة تلمو ما قراو حتى شيء باش يعصروهم باش ينجحوا شويه. قال لك اخي كان انت تدخل عندك الحسابات هذيا في مخك، كيفاش باش تكون مرتاح مع روحك؟ سامحني هذيا ماهوش دورك انت باش تخمم فيه ينجحوا برشا شويه. وشكون قال بريتو باش ينجحوا شويه؟ قرار سمعتوه من عند الوزاره، ما فماش منه اقاويل نتاع ناس تنجم تاثر في النفسيه نتاعك تخليك تزيد على روحك خوف على خوف. ماذا بيا تعمل مسافه امان اللي سمعته يخص الشخص هذاك، هو راه هكاك، هو نظرته هكاك للامور مش نظرتي انا. صدق الله العظيم هو اللي قاعد يقول فيها، لا دونك انا ما يتعداليش الكلام هذاك. حاجه اخرى التكهنات، توا عندهم قدش من عام مركزين على الشابيتر الفليني والاخر ما جابوهوش، سني قال لك ركزوا على هذا، شكون هاللي قال لك يعني هالتكهنات والتوقعات تخلي التلامذة معناها تمشي بالحق تصدق الكلام هذايا، وراهو اللي قالوا ساعات بالصدفة تجي قد كما قالوا هما، مش معناها خاطر هما قالوها معناها على قياس صحيح، تقالت وجات وكهو تقالت يا اخي جات هكاك باهي. دونك ماذا بيا كما قلت نعملوا مسافة الأمان هذه ما بين الأفكار السلبية اللي تجيني، ما بين الناس اللي أنا ممكن موجودين في المحيط متاعي، وكل نهار يتشكي ويتبكي، وكل نهار ما عملوا حتى شيء، كل نهار يخوفوا فيا، كل نهار ما عاد ما مزال أو الباك قرب تاوندر. هو الشخص هذاك أنا ماذا بيا كان هو يقلقني برشا، وكل ما نقعد بحذاه ولا كل ما نكلمه في التليفون نروح بديزوند معني الله أعلم بيا أنا ويمش نحطها من بعد. ماذا بيا نحاول نبتعد على الشخص هذايا، نعمل مسافة أمان بيني وبينه، وهذايا راهو تنجموا تدربوا عليه بشوية بشوية، يعني حتى في حياتكم جاية، حتى كان توا كان ماهوش ممكن 100% تو بالعمر وبالتجربة اللي باش تخوضوها إن شاء الله في حياتكم تولوا قادرين إنكم أنتم تعملوها. واضحة؟ باهي. وبالنسبة للي بروبليم متاعنا اللي نعيشوهم احنا معناها في ديارنا مع رواحنا في القراية مع أصحابنا، نحاولوا المشكل هذيك نحطوه في القياس نتاعو قد نلقى برشا تلام ده انا وضعيتي في الدار كاتاستروفيك، انا ندر شنو كي يكون متاكد اللي فما ناس اخرين وضعيتهم اخيب واخيب منك انت، اي كوميم قاعدين يحاولوا يتحداوا رواحهم ويتجاوزوا المشكله نتاعهم. يعني ما تعملش كل الايفي لوب اللي نشد المشكله نتاعي ونهبط عليها هكا زوم نولي نشوف فيها كان هي. دونك انا باش نعدي البكالوريا نتاعي مانيش باش نعزل روحي على العالم، ممكن فما مشاكل دايره بيا ما نجمش نحلها انا توا، ما عنديش باجيت ماجيك، المشاكل هذه باش تقعد موجوده، لكن انا قدشني قادر اني انا نعملك مسافه الامان اللي حكيت عليها. وتفكروها كلمه مسافه الامان، نحاول نختار كلام سامبل يقعد في بالكم ان شاء الله. اوكي باش كيفاش نبعدوا عليهم الافكار هذه؟ تبعد عليهم كما كنت نحكي لك توا يا اماني، تبعد بمعنى انك انت الفكره اللي قالها الشخص هذاك فكرته هو ماهيش متاعي انا نفكر بطريقه مختلفه، انا نغزر الامور من حقك باش تغزر الامور بطريقه مختلفه، علاش تلبس افكار نتاع ناس اخرين؟ لا فهمتني اماني، هذا كما قلت لك هذا بالتجربه بشويه بشويه باش يولي موجود عندك ان شاء الله، اما ما تكتسبه كان ما انت تحاول تعملها مره اثنين ثلاثه حتى لين انت تولي معناها قادره انك تفعل الحكايه هذه. بيه دونك هذه النصيحة الثالثة. النصيحة الرابعة واللي بربي معناها نحب ننصحكم بها مهمة على الآخر وبرشة تلام ذا هكا عرضتني عندهم، يبدأوا يحسبوا في النوتات متاعهم من توا.
نحط كالكولاتريس، انا نجيب كذا في الماتير الفلانيه، نجيب حتى هكا يزي في الماتير الفلانيه، فوالا ساي جبت انا المعادله متاعي. يا اخي انت تصلح لروحك من قبل اصلا ما تعدي الاكزامان، وماكش انت مطالب بالكوريكسيون، عندك اساتذه باش يقفوا على الحكايه هذه، انت مطالب انك تتمكن من معلوماتك، تكون انت مطبق لو ماكسيموم، وتكون مجهز النفسيه نتاعك كما احنا قاعدين نحكي توا في الحصه هذه. باهي. وحاجه اخرى، انا معلومه هذه قالها لي تلميذ، قال لي مدام ساعات ندخل الاكزامان نقول اي نجيب حتى 13 يزي، نجيب حتى 10 يزي، قال لي نعمل كيما كيما الساي لي، نعمل كيما العتبه اللي انا ما يلزمنيش نفوتها، قال لي نلقى روحي نجيب اقل، نلقى روحي معناها انا عباره نعمل في حدود روحي، ما تحطش روحك هكا، اخدم الكل في الكل، تعرفش عليها خاطر اخدم، وهو راهو شو ما تعرفش عليها، مش معناها بالزهر الحكايه، اما اخدم، سيب القدره نتاعك، سيب طاقتك في وسطك الاكزامان هذاك، ما تقولش انا نعمل كذا يزيني هذه كافيه، لا علاش؟ ماذا بيك باكثر نوت، ماذا بيك يكون العدد نتاعك معناها تتحصل على احسن ما يكون. دونك ما نليميتيوش رواحنا بحسابات جايه من مخي انا، وفروه الوقت هذايا، راهو مخك راهو صدقني نعرف عبيد قص على الريفيزيون ويمد يحسب، يقص على الريفيزيون ويمد يحسب، قديش من وقت انت تضيعه في الكالكول هذه اللي هي ماهيش دورك اصلا. استثمر في اللي يعطيك مردوديه، استثمر في طريقه استيعابك للمعلومه، هذا اللي باش يقوي لك الحظوظ نتاعك، مش حساباتك اللي تشد الكالكولاتريس وتقعد تحسب فيها بالملي. اوكي باهي. النقطه الاخرى اللي نحب نزيد ننصحكم بها في الظرف هذايا بالذات، بليز بليز تيك بريكس، خذوا اوقات متاع بوز، شارجي فيها الطاقة متاعك من أول وجديد، راهي الوسائل اللي تشارجي بها الطاقة متاعك راهي برشا، وراهي ممكنة، وراهي متوفرة. يعني ما تبداش تقولي مدام شنو أخي بوز، كيفاش ناخو بوز؟ تاخذها بصلاتك، تاخذها بالدعاء أنك معناها في علاقتك مع ربي، هذيك علاقتك الروحانية به، نجم ناخذها أنا بالموسيقى، نجم ناخذها بالسبور، ناخذها بماغش، ناخذها بعومه في البحر اذا انا بحذية معناها بحر، ماكله بنينه وصحيه، نتفرج على فيلم. بوز في وسط نهاري هذايا، راهو ما نجمش نعدي نهار كامل نقرا من الصباح للطيح ونحب غدوه تكون زاد المردوديه نتاعي طالعه. اش عطيتو انت بدنك كمكافاه؟ اش عطيتو روحك مكافاه على اللي انت قريتو؟ معناه اختم نهارك بحويجه باهيه، قول انا مثلا باش نقرا 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 ومن بعد باش نكافئ روحي مثلا انا ما نعرفش باش نلعب هكا طرحه في فاير ولا ما نعرفش، راني قاعده نقول في اي حاجه، كل واحد فيكم عنده كيفاش ينجم يفرهد روحه. يعني مخك يمشي يسرح في حاجه اخرى، يخلي وقت لك المعلومات باش تخمر وتتخزن ومخك يتعامل معاها ويحطها في بلاصتها وبدنك يرتاح، وقت الطاقه اللي انت سيبتها في وسط اللي في وسط الاكزامان هذيك، في وسط الاكزامان اللي تخدم فيه في الدار معناها، ولا في وسط المراجعه، اكيد الطاقه هذيك فرغت، محتاج انك انت ترجعها. معناها مهم 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 على الاخر اني انا ناخو بريكس مع روحي. البريكس هذوما اذا باش يكونوا في وسط وانت تراجع، كما قلت لكم قبيله مثلا من 9 ل 11، ماذا بيا تكون البريك هذيا سمول ان هيلثي، تكون صغيره وتكون صحيه، ما نعملش البوز الكبيره اللي ما تخلينيش نحترم الوقت، وما نعملش البوز اللي تنجم تخرجني على النطاق والمود نتاع القرايه اللي هي تكون مش صحيه معناها، واللي اسونسيالمون تتلخص في تليفون ولا التليفون معناها، خاطر تنجم انت تعمل ديسكوسيون مع حد صاحب والا صاحبه وتقعد تقعد تقعد تحكي ومن بعد تهزك الحديث هذاك اللي في مخك وتمشي به انت باش ترجع تخدم اخك، انت مخك وقتها مازال يخمم معناها كما قلت لكم المالتي تاسكينج هذاك، مازال يخمم في حاجات اخرى وانت رجعت به للريفيزيون. واضحه؟ باهي. ماكله شنو ما الحاجات النجم يعاونوني على التركيز وينشطوا؟ باهي. دونك كل ما هو صحي ساعه يا يسرى،
هذيك حاجة مهمة على الآخر. لي فيغويساك إذا موجودين، بنان، غلة، زبيب، شريحة، سردينة، الحاجات هذه كلها نبعدوا على القهاوي قد ما نقدروا. ما بون المستانس مش في نجم يبعد توا، ما يحاول يخدم مع روحه انه هو يتخلص منها، خاطر فما ناس توصل معني القهوة هذيك ياخذها هي فطور الصباح هكا هو وحدها ساك، والمعدة مازالت فارغة، مازالت تستنى باش تاخذ انرجي وانت ما عطيتهاش. تكون القهوة مكمل بعد الفطور ميسالش، اما تكون قهوة ديريكت ساك انا ناخذها على معدتي وانا مطالب باش مخي ينشط ويعطيني وكذا وكذا، معناها ماهيش ممكنة الحكاية. وحاجة أخرى مهمة يا يسرى وليكم انتم الكل اللي حاضرين معايا، بليز 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 اشربوا برشا ماء. راهي المعلومة هذه بسيطة، نجم تقولي مدام طفيقة تحكي لنا يا أخي، طب ربي تعمل لنا في حصة توا مرافقة تربوية ونفسية وتقول لنا اشربوا الماء توا دي معلومة. أي الماء بيان سور، الماء على خاطرنا محتاجه بدنا الكل، مخنا محتاجه. يعني قد ما تكون أنت راوي، قد ما بدنك يطاوعك، قد ما يكون سليم، قد ما يعطيك، ما تستهونوش بها. وين سنس روحك توا، حتى وانت قاعد في دارك بحذيك شريبه ماء. ما تشرب، انت ماكش متعود تشرب برشا ماء، نكهه بحويجه ما يسالش، نكيتا زهر طري في قارص، شويه عطر الشيا، مانيش عارفه انا ترونش هكا نتاع برتقال اذا مازال موجود عندك، شويه نعناع، باش انت تلقى الماء هذاك متغير. خاطر نعرف برشا فيكم عندهم مش العاده نتاع شربين الماء. وفما تلميذ حكي لي المرة اللي فاتت في الحصة نتاعنا هوني في البلاتفورم، قال لي مدام نخدم في دوار نتاع المات وحسيت روحي وقفت، معناها وقفت ما نجمتش نقدم. قال لي حسيت المنقذ نتاعي الوحيد اللي موجود على الطاولة ابار مخي، معناها اللي هو وقف دبوست الماء. قال لي توخرت التالي وشربت لك الدبيبسة نتاع الماء. قال لي يا سبحان الله، عبارة ما نعرفش شنو عملت لي في مخي، نشطته. يعني هذه حكاية نتاع حد كيفكم مجربها، يعني ما تخسروا حتى شيء كي تجربوها، ابريتو حاجة صحية ليك انت. باهي يا يسرى، ان شاء الله نكون هكا اعطيتك استيوس في الحكاية هذه اللي انت قاعدة تلوج عليها. به شنية آخر، شنية آخر نقطة مهمة وأخيرة قبل ما ناخذكم توا بالميكرو، بليز 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 في الفترة هذه مهم انك انت تركز مع روحك. اما مانيش نحكي على التركيز متاع قبيلة اللي ذكرته لكم، نحكي تركز مع روحك وما تقارنش روحك بحتى حد. لا تقارن روحك بخوك اللي خذ الباك عم ناول، ولا اختك، لا بولد عمك، لا بنت خالتك، لا بنت الجيران، لا بصاحبتك، لا بصاحبك. انت يو ار يونيك، انت كوبي. باش تاخذ الباك بطريقتك، ماكش باش تاخذ الباك كيما خذوه الناس. الناس نتعلم منهم، الناس ينجموا يلهموني، نتعلم التجارب نتاعهم، لكن اني انا نكون كيما الشخص هذاك ما نجمش نكون. زايد راك تضيع في وقتك، ما تقارنش روحك، ركز مع روحك. انا اش عندي باهي فيا، واش عندي نقاط ضعف باش نخدم عليها في الباك، وباش نخدم عليها العام الجاي كان نجحت، ولا اذا ممكن حتى عاودت العام باش ندارك، باش نقف على نقاط اللي انا ما خدمتش عليهم وكانوا لي معناها عراقيل. وين المشكل في هذية؟ انت ركز مع نفسك اكهو في الفتره هذه. باهي، هذوما النصائح اللي محضرتهم لكم هنا، واكيد مازالوا باش يطلعوا نصائح اخرين حسب لي كيستيون نتاعكم. باهي، نجموا تهزوا ايديكم بالطبيعه باش نعرف شكون اللي باش يحكي، ونعطيكم هنا الميكرو. واي عندكم لوبسيون نورمالمون تهزوا ايديكم. حويجة أخرى، زادة حتى أنتم تنجموا تنصحوا صحابكم، أنا ديما نشاركت تلامذتي معايا، نقول لهم يسالش اللي عنده حويجة مجربها ينجم ينصح صحابه. إذا أنت عندك سؤال زادة نجاوبك عليه، ماذا بيا تحكيوا بإيجاز باش تنجم تخلي غيرك يتكلم، خاطر كان أنا نعطيك الميكرو وتقعد أنت ربع ساعة، سيرك نجم خليت حد آخر عنده مشكلة ما حكاهاش. دونك بإيجاز وأنا نجاوبك بقدرة ربي. شكون يهز يديه؟ دونك ريت فما شكون يهز ويهبط، ما نعرفش اسكو ما مشاتلكش الحكايه وبيان قول لي. اوكي، ميرسي يا يسرى، افيك بليزير. بي جست قاعدة نقرا في لي كيستيون، فماش حاجة أنا فلتها لو طون لي بي.
بيه دونك تقولي ميكرو هوني. عسلامة شيماء. بيه شيماء انا حليتك الميكرو. بونجور بانو شيماء، تسمع فيا؟ اي صوتك بعيد شوية صباح هيك. هكا، باهي على الاخر. اي شنو لك من عشرة؟ مين مش نادي في مشاكل واحدة مني؟ انت توا باش تختار اكثر مشكله مقلقتك، خاطر الكل باش نجاوبوا عليهم توا. صعيب يا شيماء، ما شاء الله نكون فتك على الاقل بالنصائح اللي انت تنجم تخدم عليهم. توا مازال الريفيزيون عندك عندها 13 يوم، نهارين عليها تاسم، نهارين هذوما كي نجي نحط راسي على الخدمة ونجي نرقد ونقول مش قريت اليوم، مش عملت، مش ما عملتش، تسمح لي عملت حتى شيء. كل ساعة نقرا حاجة، شفتي نوت الصباح، نوت الخمسة، اللي كان يحكوا لي نوت الخمسة حفظت كفاتي بالميكو، أنا قعدت رجعت الطاولة طويلة، قعدت نخدم في جيستون، بعد ذلك مشيت لا ما صحليش خدمت في المات، هرني في كيف كيف مرة نخدم في جيستون، مرة نخدم في جيستون، دونك شيماء، انت طولي حكيت عليه قبيله، انا قلت لك التلميذ اللي يبدا يعمل برشا حاجات في نفس الوقت وما عمره ما يكملهم هكا، ولا أنا حفظت الزينة على الآخر. حفيدتك رزينه يعاون روحك انت كي تبدا تحفظ شنو معناها كلمه بكلمه، نقول احنا عن ظهر قلب، وبيان انت تحفظ تعمل ميثود اخرى تعمل تخطيط. الإيكونومين العادي نحفظ تسعة في كأنه يخرج غاش على الآخر الزينة حفظت. اي شي ما حاول تاريخ وجغرافيا افهمهم، اعملهم كيما الحكايه. نعرف تاريخ وجغرافيا انا خاطر باكليتر وبريسك لي كوجيسيون معناها يقربوا لنا معناها في التاريخ وجغرافيا، فهمت؟ اي التاريخ ممكن نعمل معناتها حكاية، أما الجغرافيا لا، خاطر اي كان كتب وحكاية دونك الجغرافيا حاول اعملها في ورقه، والنسب هذوكم تراهم مكتوبين قدامك حسب الموضوع معناها، انت على شنو تحكي على الفلاحه يخص البلاد الفلانيه، انا باش نخرج النسب المناسبين لها. ما تحفظوش ساك يعني يا شيماء، هذاش حبيت نقول لك، اعملوا عباره في جدول، اعملوا في تصويره وعلقوا قدامك باش تنجم تماركيهم، ما يتحفظش كيما التاريخ راهو يا شيماء. فهمتك. وما دام تو مثلا الوقت نرقد نصف الليل كيكة نوض الخمسة ومعادارنا او تبدي نصف الليل انتي باك شفت كاش ما عادش وقت شو نوقف وقت شو نفيق. اي هذاك انت وقتش ترقد وقتش فيق، هذاك انت تحدو يا شيماء، اما اذا انت باش تقوم الصباح تو انت ترقد نصف الليل وتقوم الخمسه، معناها انت محصله 5 سوايع نوم. تمام هنيجي اش ناقص 8 سوايع نوم على الاقل يا شيماء، 8 سوايع نوم، انت خاطر ترقد نصف الليل على الاقل، معناها نقول احنا تقوم السبعه باغ اكزومبل، 7:30 باهي، ما بديت انت ما دام فطرت فطور الصباح نبدا نقرا انا 8:30 التسعه 7 على الاخر يا شيماء، فهمت؟ باهي. وبالنسبه شي ما جوست نصيحه صغيره ليك انت، مع يعني اعمل امبلوا والتزم بيه، خاطر انك تبدا مفرفشه تمشي تنجز ما بين لي ماتيغ راهو يخليك تبدا لي ماتيغ وما تكملهمش، وهذا في اخر النهار تقعد انت مع روحك، شوف انا ما عملت شيء، شوف انا قريت برشا حاجات وفي الاخر ما كملت حتى حاجه، حاول الفتره هذه تجنبها يا شيماء الحكايه دي. اوكي ميرسي على المداخله نتاعك ويعطيك الصحه. ميرسي، باهي ان شاء الله زاد تكونوا انتم استفدتوا من السؤال نتاع شيماء، خاطر ينجم ساعات عبد يحكي وبالحق يشبه للحكايه اللي عندك انت. عسلامه فريال. السلام. سافا؟ الحمد لله. ليش نسألك؟ انا تو لي ماتير الكل بريسك معناه في وسط العام خدمتهم بالكدي معناه، اما البريود هذيا مانيش مفلته حتى خارجه حتى داخله حتى حكايه، مانيش باقيه معناها ندخل فيها كل شيء ندخل فيه، باقيه معناها مانيش عامله الكونسنتراسيون تاعي. شنو معناها تتدخل في حاجات تخص العائله معناها؟ اي معناها حكايه هكا باراشوتيه انا ما تخصنيش، نبدا انا نتدخل في حاجه كيكه برغم ماهيش معناها ماهيش شخصيتي معناها نتدخل وكل شيء، والبريود هذه وليت نركز مع اي حاجه حاسيل كل شيء نعمله كان باش نقرا معناها نبقى بيني وبينه. اوزر لي فريال، انت قاعده تتفرهد شويه ولا قاعده تاخذ في لي بوز اللي انا حكيت عليهم ولا؟ نو باهي، شفت انت مخك وبدنك
اول حاجه عرضته باش يبعد بها على القرايه يمشي يعملها، اللي انت قلت لي انا مش طبيعتي اني انا نمشي نتدخل في حاجات اي مثلا ساعات ما تعنينيش، شفت اي فعلا يعني. والحكايه هذه ممكن تقلقك، تقول تشبيني انا باش مدخلني معاهم في الحكايه هذه، حسنا قاتي ترجع على روحك. واللي انت يا فريال كي تعطي لروحك بوز بطريقتك انت اللي انت تحبها، تو ينقص عليك الهربه هذه نحو العائله، فهمت؟ اي لا، ونحس روحي كي معناها نرقد في الصباح يجيني كل ريبتشور نعمل، فهمت؟ نولي دي قلتي ما عادش نحب نكمل سيريلا حتى شيء، برغم معناها في اول العام معناها خادمه منظمه بالامبلوا وماشي مريقله لا رجلو، هو اما فري لا راهو الفتره هذه يصير فيها تعب، اكل ارهاق نتاع عام كامل، سورتو التلامذه اللي بالحق نقول انا يعني شادين سنيه من اول العام يعني مريقلين، يصير فما ارهاق. توا المشكله وين؟ اللي فما تلامذه تساير الارهاق هذايا، تسايره يقعد مرهق روحه، وفما تلامذه يقول لك اي انا توا سافا مريقل منظم، خليني نركز اكثر على الكاليتي نتاع قرايتي ونستحفظ على بدني. فهمتني فرياله؟ اي فهمتك، اما لازمني نعرف فما دي ماتير لازمني كلي نركز فيهم، فهمت؟ مش مانيش مكملتهم، اما نحب نبقى معاهم وحدي باش نفيكسي معناها دونك خذ وقتك، خذ فهمت. وقتك، يا اما تبدل البلاصه اللي انت تقرا فيها، تغير المكان، يا اما تمشي المكتبه، تبدل البيت، تبدل مانيش عارفه انا تقرا في بيت اخرى جمله، وبيان حتى البيت هذيك تعاود هكا هكا تركحها، تعمل لها هكا غوتوش، تبدل حتى بلاصه البيرو وبلاصه الفرش، باش انت تدخل بموتيفاسيون جديده. يلزمنا فريل نلعبوا باللي زاستيوس اللي عندنا الكل راهو. لا، وعندي مشكلة أخرى سامحني بالله، كنا نبدأ خايفة من الحاجة ذيك ما تشير ذيك، فهمت؟ نبدأ خايفة من أما كتجيني السيري معناها نخدمها نقول يا تيان هاني والله هذه فهمتها أنا سي بون، اي وين المشكلة لهنا؟ وبعد تجيني ربشور معناها عندي تذبذبات في مخي، فهمت؟ ساعات نقول لا صيي جو سوي ساتيسفيت، ومن بعد نقول يا مازلت ما كملتش ويا مازلت، فهمت؟ ندخل في حاجات هو ممكن لك اللي انت تحس روحك ماكش ساتيسفيت عباره كما ضميرك، معناها كي يقول لك لا يا فريال زيد ولا اخدم، زيد اخدم يا فريال زيد شويه، فهمت شنو هو؟ ولا احنا ضميرنا راهو يسمع الكلام، معناها احنا كي نحكيو معاه يسمع الكلام، ضميرنا احسبوا انسان يا فريال، فهمت؟ انا يا ضميري راني هاني قريت من كذا لكذا، راني عملت هذايا وهذايا، باش انت ما تقعدش زاده يعني في الاخر باش انت باش تخرج بحاجه. انا اليوم قريت الماتير الفلانيه، وين شنو قريت وشنو خدمت؟ كي تكون خدمت الحاجه اللي انت نويتها سي بون، ما فهمش علاش ضميرك يتحير يا فريال راهو. اي فهمتك. فهمتني فريال؟ ركز لي على الحاجه هذه، وحاول حاول حاول مع روحك تاخو بوز ما بين الوقت اللي قاعده تقرا فيه، وقت اللي يصير لك كلب، ما تخليش لين يصير لك البلوكاج، ما تخليش لين انت توصل تفد وتسلم. قبل ما تجيك هذيك مثلا عملت تسويعه، امشي اعمل 4 ساعه هكا بوز صغرونه، وعاود ارجع بمود جديد، فهمت؟ النوم معناه في النهار نورمال، شنو معناه خاطر نورمال؟ نحس معناه كي انا نعمل بوز مثلا من نص النهار ما ساعتين هذيك، كي نرقد انا يصير لي عرفت اتكلم فيك مانيش في الموندو متاعي، ايه نضيع ساعتين ثلاثة لين انا نرجع للموندو متاعي، فهمت شنو؟ قديش ترقد معناه؟ تعمل ساعتين، ساعة ونص؟ اه ليه كمان فيقونيش عادي عادي دونك نعرف. شوف شوف ريال، النوم متاع القايلة نوم صحي 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 على الاخر، لكن وقتاش يكون صحي بأتم معنى الكلمة؟ وقت اللي يكون ما يفوتش الربع ساعة نصيف ساعة، اما نوم متاع القايلة كي يولي ساعة ونص وساعتين وكما قلت انت الا ما يفيقوني، معناه انا حبيت لي باش ندخل في الرداش، باش من بعد الخمسة نلقى روحي انا في فورمة، فهمت فريالة؟ اي اكيد اي اي دونك ماذا بيا تنقص، تنقص شويه في الوقت نتاع القيلوله. اوكي فريال ميرسي عايش يعطيك انت الصحه، ميرسي. بيه مدام شفتوا ربي شفتوا لي يخليني. كيستيون قديش فاغيي، دونك بالحق باهين على الاخر. دونك نمشي الغفران. مدام بربي سامحني نحكي معك حق، مش نخرج شكون؟ نلقى يوتيوب، شيماء. اي مش نخرج نلقى يوتيوب عندي كلمة ومش نخرج من الحفلة. بيه اوكي. شيماء معايا. اي اوكي شيماء، يا مدام ني تولت عندي ماكلة ناكل فيها أول عام نوزن 60 كيلو تو نوزن 80 كيلو، ايوه. راني ناكل راني مش ناكل راني نرحي نرحي ناكل بالحق، راني ناكل والله راني بالحق عادي، ولكن نبدأ نتكلم بحنا شكون بحنا يا خبزة نكملها من غير ما نمشى، لكن أما مانيش خايفة مثلا ما تجينيش شكرا فاتت نتاع البكين وقعد نبكي نقول يا كان دوبر وش شنو انت كيلو شوفي حبيبي شوفي يا شيماء، اديني انت كله.
انت توا قاعده لاقيه حل له الخوف هذا اللي هو الماكله، قاعده انت المشاعر نتاعك الكل قاعده تحط فيها مع الماكله. والله انت لك تروح للكيماتنا اخذر لي. شوف هو انت ما دامك كونسيونت بالحكايه اللي انت قلت نحط، معناها انا باش نغلب الوعي نتاعي، باش نولي شيء، نولي شيء ما عادش نسيب روحي على الاخر، معناها اني انا جوست غفران نرجع لك نكمل مع شيء ما نرجع لك باش ما يقعدوش لي ميكرو محلولين الكل. بيه فهمتني شيماء؟ غلب الوعي متاعك في الحكايه. انا فاش قاعده ناكل توا وقداش كليت، انا فاش قاعده ناكل توا معناها كي باش ناكل خبزه كامله مانيش باش ناكل خبزه كامله، وفاش قاعد ناكل شنو النوعيه اللي انا قاعده ندخل فيها البدن. فهمت يا كل شيماء؟ شوية مدخلة أحاشيش نعرف مدخلة نعرف نعرف. اي انت حاطه استغاث متاعك الكل في الماكله، حاول ميل للحاجات اكثر، معناها اكلي تقنع. فهمت شنو هو؟ حاجات تقنعك باش انت ما تتلذذش انك تاكل، وتفكر روحك ولا تكلم مثلا عشان ماماتك تقول لها ماما كي تراني مثلا كليت اكثر من لازم عايشك عاوني. وتو بعد الباك ان شاء الله تو اسمع تو هذاك كله يمشي على روحه يا شيماء. أبداً. برغم ذلك عندي حاجة أخرى، شفتي تواني كي ندخل نقرأ مثلا تجيب لي أمي ولا أختي قهوة مثلا حاجة حلوة أقري، تعرفي نحس بالذنب لين نكون نقرأ مركزة عادي، من هيك نبدأ هيك دموعي تهبط وحدها نقول يا ربي سبق كان بعد هذا كل ما نفرح أول، لكن أحس بالذنب هذه نخلة بعض تكون غير تعرف يا مسؤولة. شيماء اخزر، تو انت كي تدخل لك ماماتك ولا اختك وتجيب لك قهيوه وتجيب لك حاجه حلوه، الجيست هذه، الجيست هذه انت تتصورهم هما في مخاخهم نتاعو يحبوا يقولوا لك شوف احنا ايش قاعدين نعملوا معاك، يلزمك انت تكافئنا بنجاح نتاعك، وبيان تفهم من الجيست هذه محبه وتشجيع وانهم واقفين معاك. شنو تفهم انت يا شيماء؟ تشجيع ومع كل شيء ما فهمته. به اغذر لي الجيست اللي عملوها معاك داركم، حاول 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 خليها في الاطار متاعها انه عائلتي واقفه معايا، وحتى كان انا جيت وحد اخر في عائلتي مستحق انا باش نعمل معاه نفس الحكايه، خاطر احنا في العائله مانيش نعملوا على خاطر باش يعطيونا يا شيماء. فهمت؟ هي الحكايه كلها انت كيفاش تغذر لها، اغذر لها بالطريقه هذه وربي ان شاء الله يفضلهم لك مشايخ انت برانسيس. والله نسيت. اوكي يا شيماء، دونك برا لليتيود نتاعك، ويعطيك الصحة اللي انت حضرت معانا. ميرسي يعيشك. باهي دونك ديزولي نرجع لغفران خاطر حليت وسكرت قبيلة يا غفران. عسلامة مدى. عسلامة انت سافا؟ الحمد لله عايشك. الحمد لله. قول لي كيفاش نجم نعاونك؟ باهي انا مثلا نشوف برشا عبيدة عاملين دي زومبلوا ويمشيو عليه وسافا، انا ما نجمش، انا مخي شنو يعطيني؟ مثلا لازم باش تجي حاجه تفسدها لي، مثلا عندي ساعتين ايكوب انا مرمطه في مخي، عندي بعد ساعه بار اكزومبل تاريخ لازم تجي حاجه وتفسدها عليا، ما فيش ديما مشكله بالرسمي. كيفاش هالحاجه اللي تجي؟ كيفاش تجي؟ مثلا نخرج ولا نسمع حس مخي يضيعني، يجي بحذي شكون ما نعرفش، لازم حاجة مانيش عارف كيفاش. وهذا يجي بصفة دايمة ولا مرة بعد قديه؟ أي حتى مرة ما نظمت وقتي وصار أنا نمشي كنشي بمخي، فهمت كيفاش؟ معناتها سي حبيت نحفظ راني معناتها باش نحفظ، أما لازم تجي حاجة تفسد لي بروجرام. وأنت يا غفران كيفاش تتعامل مع الحاجة اللي تجي تفسد لك بروجرامك؟ أعطيني أنت سيستمك كيفاش تتصرف معاه؟ مشكلتي نطوعها. أيوة صحيتك. كيفاش تطوعها؟ معناها تحس اللي انت تعدي معاها برشا وقت؟ نحب نهرب، فهمت؟ فوالا شفت كيفاش احنا نجاوب وقاعدين نفهموا في رواحنا، معناها انت الحكايه هذيك كي تجيك ما صدق ربي جاتك يظهر لي. اي نحب. اي تحب تمشي لها. اما زيد انا نحب نقرا وفي نفس الوقت نحب نمشي مثلا بحذا بنت خالتي ولا حاجه ما نعرفش، باهي والحاجه هذيك تغلبني اكثر من اني باش نقرا. ركز معايا يا غفران، علاش احنا ما نعمليوش قرايتنا؟ خاطر انت قلت لي انا نمشي بمخي، هو اكيد باش تمشي بمخك، حتى لون بلوا راهو مخك، انت باش تحط مخك في ورقه، معناها عرفت مثلا انا عندي ما نعرفش قصيده قاعده ندندن فيها في مخي وركبت لها الكلمات، شنو محتاجه القصيده هذيك؟ اني انا نحطها في ورقه هكا ولا دونك في الاخر شو عملت؟ انا ما جبتش حاجه من عند الناس، جبت حاجه في مخي. انت مخك اللي تفكر فيه والنظام اللي انت تحب تشوف فيه روحك باش تحطه في ورقه، هذه حكايه. الحاجه الثانيه المشيه بحذا بنت خالتك تلمو شيخه فيها وجو وكل شيء، ماذا بيا تعملها مكافاه لروحك وقت اللي انت تكمل برنامجك، تكمل نهارك، تكمل بارتي من لومبلوا.
يعني اعملها كما الدلال، عباره باش تدلل روحك يا غفران، فهمت. ماهيش ما تاخذهاش معناها كوم سي ماشيه نتاع بحذا بنت خالتي داخله في سلون بلوا، لا ماهيش داخله، هذيك مكافاه ليا وقت اللي انا نمشي مريقله مع روحي، باش نمشي نحكي مع امي ولا باش نمشي نتفرج على مسلسل ولا فيلم ولا كذا، هذاك مكافاه ليا بعد ما انا نقوم بالواجب مع روحي، يجي بعد. باهي غفرانه؟ وعملها انا الحاجه هذيك، اما زاد ما نجمش نكون ستابل، معناتها كي ما ننظم مثلا نجوع في لحظه كي لازمني نمشي. اي على حكايه بربي دي نجوع ويلزمني نمشي، امان كي تقعدوا تقراها وحطوا بحذكم الحاجات اللي تستحقوهم، خاطر ما سهلها اي نسيت دب وسماء، والله هي البريه باش نجيبها من بيت اختي، باش نحط بحذايا حاجه نقرمشها، او ما عادش ندرى شنو، ماذا بيك في بيتك حاول وفر الحاجات اللي تنقص عليك الدخول والخروج غفران، هذا الكل ينحي الكاليتيرا. باهي غفرانه، بالله بون كوراج، عايش عندي يلزمني صدر. ناخذ حد بعدك خاطر باهي يعيشك انت، ميرسي على التفاهم نتاعك. باهي دونك شكون اخر؟ اي شكون اخر يحب ياخذ الكلمه؟ دونك فريال اسكو مازال عندك كيستيون اخر والا نسيت يدك مهزوزه باش انا ما نغلطش فيكم؟ ها دونك يسرى تقول لي في الجيو عندنا الكلنا نفس المشكل، دونك ماذا بيا جماعه ليكو جيستيون يخدموا الجغرافيا بالميثود اللي حكيت فيها انا، ما نعرفش نسيت الاسم مع شكون، لكن التاريخ حكايه نفهمها باش نجم نصيغها في الموضوع. بالنسبه للجغرافيا يلزمني نعمل انا ورقه فيها تخطيط البلاد الفلانيه، احكي لي على صناعه، احكي لي على فلاحه، احكي لي على سياحه، احكي لي على كذا، يكون مبوب هذايا قدامي نشوفوا دي شيفر، مش كل راسه ونبدا نحفظ، قداش باش تحفظ من احصاء، قداش باش تحفظ من نسبه، برشا عليك لازم يكون مجسد قدامك في ورقه، اخدموا بالطريقه هذه تنجموا تماركيو بها اكثر. ايه دونك طونك ما فماش حد يظهر لي هزيد، دونك باش نرجع لك يا غفران، علاش ما ناخذش من عندك كيستيون طونك انت تو هزيت ويديكم. بيه نمشي للاقبال، على السلامه اقبال. عسلامة مدى، سافا لاباسة؟ الحمد لله. قل لي شنو نجم نعاونك؟ الجمعة الأخرانية اللي قبل الباك ديما ندخل فيها بعضي، حتى لو كنا بدا مريفزة وموري مريق ما نعرفش تبدا. شنو معناها ديما إقبال؟ أنت معاودة العامة؟ أي باهي، عامك هاو معناها ذا الثاني. إيه ليه ذا رابع، كل قبل دفرات معناتها الجمعة الأخرانية ندخل بعضي و قول لي انا ما عملت حتى شيء ومقصره تدخل بعضك وفي وسط الاكزامه به هذه تو واحد يضطرب مثلا في قبل يعني في فتره الامتحانات. جست اسمعني اقبل اسمعني باش نجم معناها نفهموا بعضنا، في وسط الاكزامان كي تبدا تعدي اسكو تصير لك لخبطه، بمعنى انك انت ما عادش نجم تجاوب المعلومات تطير، يصير لك هذايا ولا وانت في رابع عام تاعدي نتاع باك؟ ليه ما يصيريش هكايا معناتها. باهي ميلا، نحبك تجاوبني على سؤال اخر، شنو اللي ما يمشيش عندك خلى اقبال تعاود الباك الرابعه؟ ندخل بعضي مش معناتها في وسط الدفوار، مثلا قبل الدفوار قول لي انا ما عملتش، حتى لو كنا بدا عام تقول لي شويه اللي عملت ما نعرفش. سامحني انت تو هذا كلام تقوله قبل الاكزامامي، انت قلت لي في وسط الاكزامام ما تدخلش بعضك، ايمال وين المشكل في وسط الاكزامام؟ انا نخدم نورمال عندي المعلومات والكل، ما فهمتش علاش انا ديما نحط في مخي انا مانيش عامله شيء. لا شوف اقبال، فما حاجه لهنا ماهيش واضحه ونحبك انت تفهمها اصلا مع روحك. به انا مراجعه ومريفزه وفي وسط الاكزامام ما تضربنيش تراك، على خاطر نعرفوا فما برشا تلامذه تلمون جيهم تراك ما ينجمش يجاوب، معناها بريسك يعطي ورقه بيضه ولا داخله بعضها، فهمتني؟ انت مش الحاله نتاعك هذه، كيفاش انسان مراجع مكتسب معلومات مكررها قداش من مره ويخدم مرتاح في وسط الامتحان وما يجيبش نوت، كيفاش اقبال هذه؟ ليه مش حكيت طيب انا مثلا في دوفار ليكونوميك تجيني الورقه نبدا معناتها سابا نبدا كيك نقول منين باش نبدا يا ربي. ما نعرفش نقول منين باش نبدا، مثلا ساعات في ليكونومي مثلا معلومات تمشي من مخي والا نبدا حاجه فهمتها بي ابارامون لهنا النصيحه اللي نجم حسب ما فهمت من كلامك، ماذا بيا انت كي تدخل الاكزامان نتاعك وريقتك ديريك تبدا تقيد فيها في المعلومات اللي انت مازلت متفكرتها قبل ما تشوف الورقه، تحاول تاخذ نوت، فهمتني اقباله؟
تحطهم خاطر انت وقتها حاضره، خاطر اللي الانسان اللي مارس المعلومه وعاودها قداش من مره نورمالمون نقولوا احنا المعلومه هذه كان موجوده ما عندوش نقص. ممكن فما مشكل في الميثود، كي تقول منين باش نبدا، نبدا منين ريت روحي النجم سهل على الاخر يا اقبال الحكايه، نبدا منين ريت روحي نقدر في وسط الاكزامان، مش نبدا نشد نقلب الورقه ونقعد نص ساعه وانا مش عارف روحي منين نبدا. ابدا من اللي ريتو سهل، ابدا من اللي ريتو يخليك تنجم تخدم، ابدا من الحاجه اللي تعطيك بلوس مع روحك نتاع تيان يعطيني الصحه انا عملت انجاز، فازي حتى كان الحاجه الاخرى انا ما نجمتهاش باش نمشي لها، مش نقعد ضايعه خاطر لازم البدايه ونبداو من اسهل حاجه. فهمت اقباله؟ فهمتك مدام. بون كوراج، ميرسي. ان شاء الله ربي معاك يا رب. يمكن عندي مشكله الوقت، نقول مش باش يكفيني الوقت باهي حكايه الوقت هذه نجم نجاوبك عليها ونفيد بها اصحابك. زاده هو اني انا ماذا بيا طول الفتره هذه ونحاول نراني روحي اني انا نتحكم في الوقت. هي راهو لونترينمون على وقت الامتحان ماهوش يعني في الوقت هذا نجم نعملوه اكهو، يعني اللي متريني عام كامل يعطيه الصحه. مي مثالش نحط روحي في كونديسيون تاع اكزامان، قداش باش نخطط، قداش انا باش نقرا، قداش باش نكتب في الوسخ، قداش باش نهز انا في نظيف بدنك ومخك كلهم يتعدلوا على الوقت هذاك. اني انا مثلا لي سوار جيو نخدموا في 3 سوايع، هذا انت تترين عليه يا اقبال، ماهوش في وسط الزمان ولا نعيش حاجه جديده. فهمتك فهمت فهمتك مدام. عايش عايشك انت، ميرسي على المداخله نتاعك. عايشك ميرسي. عايشك. اوكي بيه دونك نمشي لايا. مع السلامه يا ايا. السلامه مدام. كيف لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. قل لي كيفاش نجم نعاونك؟ انا ديما نحس روحي في المات حسير الصباح، حتى كي نخدم سيريات في الدار نخدمهم بالكدي، خاصه في الاناليز والكل. من الاول العام خدمت وهو وسويت بالكدي على الاخر في الدار، يعني حتى سيريات كي نخدمهم ونشوف الكوريكسيون بالكدي على الاخر يعني. وبعد كان عندي دفوار إختها يعني بكري رجعنا دفواري دوبل، يعني غلطاتي متعبه مع الاخر، نحس بعضي ياسر يعني في الدفوار لاني تهلك كل شيء وبالحق كل شيء يمشي لي غالب. وهذه تجي كان في الدفوار متاع المات ايا؟ اي الفيزيك. ليه الفيزيك سبا؟ اما المات كان المات كهو. المات عندك معاها حكاية قبل؟ ليه والله كنت تجي فيه بالكدا، يعني هو يعني في الفيزيك في المواد الأخرين يجيوني ساعات، أما يمكن خاطرني الأخرين خدمتهم أكثر أكلي يعني هكا ولا هكا، يعني مستنسة بيهم كيفاش نخدم الكل. بهي أنت إيه معناها المات متمكنة منه، خلينا نقوله معناها بهي فيه شوية شوية يعني نفهمه الكل، أما كي نخدم في الدار أي، أما كي نشوف نوتي نقول لأ. معناها النجم نقوله مثلا اللي النيفو في المات متاعك ماهوش حاجة كبيرة؟ أي ماهوش يعني 8 8 بيه. وإنتي ترى مستويك متاع 8 وإلا قادرة تجيب خير؟ ليه خير برشا آخرتها يعني، حتى آخر العام نوتي 7 جبت 13-14 حتى عامني وبلتي. فهمتك. اي ممكن هكا من عرش انا يغلبك احساسك في الماده هذه، معناها مش مشكله انت ماكش متمكنه، خاطر انت كي توصل تجيب 13-14 معناها باهيه فيه، كي نتيحوا للثمانية معناها ابارامون انا تلمو تضربني التراك في وسط الاكزام هذاك نضيع لي غوبير نتاعي. يمكن دونك اي شنو نجمو نعملو لهنا؟ ما لازمش تقعد عندنا مشكله مع ماده، خاطر الماده هذيك تو انت لازمتك في النجاح. بي انا شنو نقول لروحي؟ نقول انا باش نعمل اللي عليا في وسط الماتيغ هذيا، وممكن ننصحك بحاجه انك انت تراجع اللي كتبته، تراجعوا خلي وقت شويه قبل ما تعطي ورقتك تراجع اللي كتبته في المات. ممكن عندك شويه ممكن هكا نعرفش انا اندفاع والا تردد اللي انت ما تفيقش بيه تفيق بيه كان بعد في الكوريكسيون. اي لحظه في روحي ما نغزرش بعد ما نكتب كمان. لا يا ايه شفت كيفاش معناها ماذا بيا حتى ربيع ساعه نعاود نعمل هكا نعدي كل ورقه على سكانير لعل فقت بحويجه لعل ما نعرفش فما حاجه نزيدها خير نخدمها اوترومون، يعني يكون عندك الوقت باش تدارك باش نخدم وحط غادي نخدم. وهذه نصيحه ليكم الكل، ما تعطي اللهم صارت هكا حاجه وواحد سي عطى ورقته ولا غالب غلبوا الوقت، اما في لي كونديسيون العاديين ماذا بيا ما نعطي ورقتي الا ما نعمل عليها غوتوش يا ايه.
على الأقل في المات أنت هذه حاول أعطيها أكثر وقتها إن شاء الله. إن شاء الله. تستمعي مدام بخلاف لي نحس ده اللي قريته وسط العام الكل ما رجعت لوش يعني وتحسرت ما عادش بكري زاد على الباك خاصة فيزياء ومات وحشيلة وبرك وكل ما نعرفش كيفاش نقسم وقتي وانا مانيش منضبطة فوالا انت توا اسمع تسالني سؤال وتعطيني تقول لي اسمع مدام انصحني بربي نصيحه باهية يا عاد اما راهو انا مانيش منضبطه لي اخر مو خاطر كان شو نقول له يعني لازمني سي اللي باش اللي تقولوا لي نعملوا يعني نعملوا خاطر ما عادش وقت يعني باش نكون مانيش منضبطه اي فهمتك فهمت ما عندناش وقت باش نكونوا مانيش منضبطين من الاخر يا اي من الاخر يا صحيت معني يزمك تنضبط هذه حكاية ما عندكش فيها ما نختلفوش فيها بي نبدأ بك القديم أنا نرجع له نرجع من اللي كوغة متاعي نعاود نقراهم نتفق أنت سمعتني قبيلك إيش حكيت أني أنا نمشي للكور ونتفقد لي فيش فينال متاعي سمعتني ولا إيه ليه والله أنا كنت نعدي بك براتيك دواسس ما حضرتش خطر النقطة هذه أنا حكيت عليها قلت ماذا بيا أنت بونس الحصة تلقاوها مسجلة نجم تعاود تسمع البختي اللي فاتتك معناها فهمت مي سينو توا في وسط لومبلوا هذايا اللي أنا حكيت لكم باش تعملوا جدول متاع أوقات باش نحط القديم والجديد القديم وقيت باش نبدأ نجبد فيه خطر يلزم يقعد لي شوية وقت باش نكرروا يا إيه يلزم يتكرر القديم خطر توا سبتمبر أكتوبر نوفمبر الله منه الواحد ينجم ينسى فهمت باش تخدم على التكرار التكرار متاع المعلومات متاع معناها القواعد والتكرار متاع التطبيق اللي خدمتوا عليه قبل تعاود تخدمه توا باش تثبتك المعلومة هذيك فهمتني ايه ايه ان شاء الله اوكي وبون كوراج ليك ان شاء الله عايشك يعيشك انت عايشك مرسي بي شكون اخر مازلت عندي وي فريال بلي عندي زاد كي نجي نخدم معني في دفار ندخل لبال كلاواسا عندي شكر زانا نقرا سؤال بالقديه والا فهمت طول ندخل فيها يلزمني نجيب حذاك انا ونقعد بحذاك في الطاوله نتاع الاكزاما ونبدا نشد فيك بشويه هذا الحل لقيته انا يا فريال لا والله ديما كيك ساعات معناها حتى سؤال هو على 3 بوين ناخذ فيه 2 بوين 1.5 وانتي في اللي ماتيغ الكل هكا عندك الاندفاع في ريالة لي كان لي نبدا فهمتهم اللي جاك الغريبة فيش اما اللي معناه مانيش بيها فيهم نبدا مانيش عطيتو الامبورتانس متاعه فهمت نبدا حقرته معناه تنجم انتي هكا تلمو هكا عندك ثقة تندفع في الاجابة اي اي هذيك راهو هنا في ريال محليها ساعه انت كيف اقتبيها محليها كيش حكيت على بوان تعرفها في روحك خاطر كي نحكي انا وعيت روحي بروحي ساعه اما كما قلت لكم مقبله مش نوعه ونقعد نتفرج على روحي سيبون هاني انا واعي به انا جاتني ورقه الاكزامان قدامي باش نعمل لها سيدي باش نلقى دي كيستيون يبداو يناديو عرفت محليهم يا نعرفهم يا يس معني هذه هي اللي جاتني فهمت شنو انت تلقاك وقتها ماذا بيك تمشي تتبلانجا تكتب شنو ننصحك تعمل انا وريقة لصخ بحذاك يا فريال وتاخو دي نوت عمري لا كتبت في البريون ما ناخوهاش اصلا انا هذه نصيحتي ليك باش تنقص من التعجل شويه كي تجي تجاوب حتى كان سؤال عرفتك اللي باش تطير بالفرحه كان تلقى تعيط انت في وسط الكلاس وتقول هذا هو محليه وعلى اللي مراجعته ونجم نقد وكل شيء اعمل اكل شويه ريكول اني انا ناخذ ورقه وسخ ونكتب فكرتي نكتب لي انا الاجابه متاعي هذايا اش باش يعمل لك هذايا يرزنك شويه يا فريال ويخليك في عود ما تجيب دو بوين على تغوا تاخذها تغوا كامله باهي فريالة حتى نبدأ هكا نستنى في نوت اللي أنا معني نعرف روحي اللي أنا قادرة نجيبه لا دي حاجة أخرى تزيدت عرفت تعملي كالشوك أي جوست هاني قلت لك تعقل شوية كي تجي تجاوب باستعمال ورقة وسخ أنت أبريتو ما ضاع عليك شيء معلومتك بقايدة بحذيك في الورقة ما تخافش يعني كان ما نكتبهاش توا توطير ما عادش نلقاها ليه هي ورقتك بحذيك ملكك متاعك ترجع لها وقت ما أنت تحب فهمتني فريالة لي انا نخاف معناها كي نكتب في البريون مش نفس الافكار اللي انا باش نكتبهم معناها في سامحني انت يا اخي هو البريون
هو البريون فينال ماهيش فينال، انت بالطبيعه تنجم تروتشها وتزيدها وتنقص منها، خاطرك انت باش تاخذ طون دو بوز مع روحك. انا تعرف علاش قلت لك هذا؟ باش انت تتهز من ورقه الوسخ للورقه اللي باش تجاوب عليها، معناها الورقه اللي تتعطى الاخرانيه، باش تاخذ وقت مع روحك تخمم فيه. هذا فريال اللي نحبك تخدمه مع روحك. انا أكل الانتقال من ورقة الوسخ لورقة الامتحان، هذاك وقت مخك باش يقعد يخدم كيفاش تجاوب، ماكش ديريك الطف باش نعطي الإجابة متاعي وسي بون نتعدى للي بعده. لي وزاد من با معناها درج نبقى نقرا الدوفار وندخل، أما أيه. الوقت راه ما يسعنيش ساعات، يعني ما نخليش حتى شيء، مثلا 3 زور في الايكونومي نكملهم الكل. من غير ما نستعمل بريون راهو اي فريال راني اللي انا حكيت لك عليه مشكلتك راهي مشكله قادر انه الواحد يحلها، مي انت ما ترانيتش عليها من قبل، خاطر مادام انا نعرف عندي المشكله هذه نورمالمون راني انا لوجت على حلول. هذيك علاش انا نسال فيك. مش مشكله نعرف لي انت حضرت باش تلقى حل، مي الحل اللي انت خديته معايا حاول طبقه، خاطر كان انا مانيش باش نطبقه باش نلقى روحي طايحه في السيستم القديم راه. باهي فريال اتفقنا؟ اي فهمتك ميا عايشك. بون كوراج ليك. ميرسي. يعيشك. اوكي. بي جوست تسكر من عندك انت الميكرو فريال سي بون هكا. بي الساعه نتاعنا وحصتنا كملت ان شاء الله يا ربي نكون فدتكم بالنصائح هذوما. راهو اللي يفصلك على النصيحه خيط، نجم ناخذ نصيحه باهيه، نصيحه مجربها غيري، نصيحه تنجم تكون افيكاس، لكن النصيحه هذيك تنجم تقعد ترن في وذنيا، واذا ما هزيتهاش باش اني انا نطبقها راهي تقعد نصيحه نظريه. اوكي محتاجين اللي خذيناه اليوم حكينا في حاجات مختلفه، ان شاء الله يا ربي تحضركم وتخليكم مستعدين للامتحان بطريقه باهيه. طبقوا اللي سمعتوه، خلي عندكم تقدير ذاتي ايجابي لرواحكم، اللي انتم داخلين للباك انتم باش تعديوا التجربه هذه، تجربه باش تضيف لكم في حياتكم بكل المقاييس مهما كانت النتيجه، كونوا متأكدين اللي هي باش تضيف لكم، وساعات الإضافة ما نفيقوش بها وقتها نضيفوا بها على مر السنين. دونك وباش تحكيوا حكايتكم انتم ان شاء الله في الباك، كل واحد كيفاش خذ الباك، هذاك علاش نقول لكم باش تاخذوا كل واحد بطريقته. بون كوراج ليكم الناس الكل، ردوا بالكم على رواحكم برشا برشا، على صحتكم، اشربوا برشا ماء، استحفظوا على سويعات النوم نتاعكم، اتلهوا برويحاتكم، اعطيوا وقت نتاع بوز صغرون تتفرهدوا فيه، والقرايه بطبيعتها ماشية حسب النصائح اللي احنا قلناها. يلا نخليكم الناس الكل، ان شاء الله نراكم في خير ونسمع بنجاحكم يا رب.